قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنه يقول إنها بقرة لا تدخل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا لا نجئت بالحق فلا بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم فقلنا اضربوه ببعضها فكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما